بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سهم عين عرام دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقرائهم أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. فهذا هو المجلس 24 من مجالس إقراء وشرح كتاب رياض الصالحين للإمام أبي يحيى أبي زكريا يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله، في ليلة 28 من شهر شعبان عام 1437 هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. مجلس كانوا مجلس كي أفر إلى باتنادي مجالس ذو المركة هي شرح كوبنا كتاب كرياض الصالحين الإمام النووي عليه رحمة الله هبين كان وهبين سبتية سجد إلى باتنك بش شعبان كن أفر بقول صدن إيتضب هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. باب كان وحنكسه الجرني، باب كان وحويا، باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. باب التنافس كترتن لغتر تمايو بابي هاي في أمور الآخرة، أمور تآخرة لغتر تمو إي والاستكثار بطسش لبطسدو مما شيء لبطسدو يتبرك به لبركيستو أيو بابي هاي ويا. باب كان إمام النووي عليه رحمة الله وحو عقدي أمورها آخرة إن لغتر تمو سيدا أمورها الدنيا دو لغتر تمو مناصبتو لغتر تمو الدنيا دا مالك ولغتر تمو الدنكا أولاد أي زوجاتك ولغو ترتما أدونك وحبضن بلغو ترتما أدونك سابسا سيدا سوك لأمورها أخيرا إن لغو ترتما أيو أبابي إلي إمام النووي عليه رحمة الله. كذلك وحوب ريي إن غفك مؤمن كأبت صدا وحيابها بركضة إي خير كله إن أبت صدا ودائما وأبدا أنك بركضة خير كأجرت أو آذويا بركضة لمركي لقاها لي جانب واسد أصل كه ويان أنا صحذا وحي ربي سبحانه وتعالى وبركة ساري إن لبركة استنا وفري النبي جانا صلى الله عليه وآله وسلم وجدي إن لبركة استوى حلا بسنا تعيد ويان لكن تبرج مبتدع وقف كيسج جاب كيس وكلاس وبحي أما باب مال أصل عن لهين وكس وقاطي تاس باب كاس الباب كلا جهلا ما أهن ماء زمزم ومبارك شك ملهن نبينا عليه الصلاة والسلام آثار تيسا ومبارك شك ملهن مركة بركة شيء قال مركة لقاها لي وشيء وحاويا وإله سبحانه وتعالى أما برسول كيسا صلى الله عليه وآله وسلم وبركة كشاقي خوب كوكا لمركة هذا السوداء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يكشف عن ردائه قوة أيورين عسك قادي جري كدبنا وحوليه جري إنه حديث عهد بربه ربك أساق أبورتي أنا قلنا أبوري أيو كدوي هد قرر وكحق سكيمت ساسو نبقى نجري صلى الله عليه وسلم كدبنا مركز وبركي سنجري ساسو قال نعم وحيابها أدلة ذئي نصوص تلوى نعص لكن إن أشياء يمحوها أمور هي أوقات هي أحوال لبركيستو إن أي بركة سنتها هنا واحد دليل لها من نصوص الله يعني جرين تأييد بابك سوما قال يسويا حديث كشنبق لي سقال لي لحذنات وعن سهل بن سعد الساعدي آية قرآن كجرت سوما قال الله تعالى ربك وحير وفي ذلك أرنك إسقاء أو خير كاس إي جنداس إي كرامداس إي وناقاس فليتنافس كتر تمينا او هاو دقتمينا المتنافسون كو ترتمايا ويان ومربه دي محو هاي جنة اي خير اي محو هاي الاشيغي
wax wanaag badan arinta ayada oo la tilmaamay dadka wax ku tartamaan arinta ayada ku tartameena saas uu rabbigeen la subhanahu wa ta'ala hadithka 596 wa an sahl ibn sa'd ibn sa'idi radiyallahu ta'ala anhu arda anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utiya nabiga waxaa loo keenay bi sharabin abitan aya loo keenay fa shariba minhu nabiga sallallahu alayhi wa sallam abitanki wahbu ka'bay wa an yaminihi midigna waxa ka xiga gulaaman wiil ayaa ka xiga wa an yasari bidahna waxa ka xiga nabiga sallallahu alayhi wa sallam ashiyaxu odayaasha ayaa bidax ka xigan midig wiil ayaa ka xiga bidahna odayaasha ayaa ka xigan wayan fa qala wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam ligunaami wiilka wuxuu u yiri ata'dhanu li miid maysa oo miy ogalaanaysa an uqtiya inaan si haa'ulaa'i odayaashan caanaha hambada oo soo reebay inaan siiyo mayid maysa arinta idimi oo gashahay faqala alghulam wilka wuxuu yiri la may wallahi ilahi baan ku dhaartay ya rasuulallahi rasuulka allahu la uthiru madoraayo oo madoraay bi nasiibi nasiibkayga oo rabbi isi subhanahu wa ta'ala oo minka adi xagaada ka ahaday ahadan qofna umadoraayo wayan fatallahu wusaray رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في يده غلامك يويلك غانديسا ايو مخو عانه ساري ويان متفق عليه حديث كا والسك وافقي تله اير بمعب بالتاء المثنات تاء لو دبعدش لغا ساري فوق كر اي وضعه نبي و ساري ويان وهذا الغلام ويل كان هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعن أبي حديث كان ودجد النبي صلى الله عليه وسلم عانا أيو عبي مركو عانيه دميستي غيب تيسو كعبي أي مركا وحو دمي عانيه إنو دادك قارسيو إنو عانيه قارسيو سيدا أصل كأهنا هدي ميل لفرديو وحاكو حق نما بضان هاوشا صوكا لأيقوف كردن كميدك تحيقا حق نما حق شرعيقا إساقا أياكو هابون أياكو حق نما بضان لكن markii la yiraahdo maxuu ixtiraam iyo taqdiirin iyo weynayn la yiraahdo anuga iyo odayga in odayaasha wax lagu hormariyo ayaa ayna ahayd oo kabir kabir ayaa jirtay laakiin tan waa xaq khaas ah weeyaan marka nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu idan waydiistay wiilka midigta fadhiyay waxa marka ashiyaaxda la siin raba ama wiilku uu qaadan rabana waxa weeyaan cunna caadi maahan cunna caadi iyo xaq caadi maahan وبركة من بركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمد النبي عليه الصلاة والسلام ويل كان وعنو قير كدمنا ويل كأيو النبي فسح ويديست عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مركز ويري حقي إي نصيبك وربي سبحانه وتعالى حق هذا إقسي قف بن آدن أمد دوراي وقف بن آدن مصينا يويان كدمنا النبي صلى الله عليه وسلم وحفرتك ساري ويل كيرا ولماذا وحيابها أي كهدلان وحاكم ده oo munaasaba ahaan tan ku dhadhow aadnaan ugu fogeyn al itharu bil qurab xiyabaha ilaahay loogu dhawaada subhanahu wa ta'ala in qof kale aad u doorto oo adiga aad iskaga tagto ma la ogol yahay oo mashruuc ma tamis ma ahan tusaale ahaan halkaan ku jirta safka hore kale nin oday ah ama nin sheekha ama nin akhyaara ama nin waalida ama ila dalika ayaa gadaalka soo istaagay in aad meesha u banayso oo tirada soo gal ما لا اقول يا مثل ما اقول مثل مشروع متى مثل مشروع ما هن الايثار بالغرب قرب حيابها وحويان ودواشد على لو غدواده ولماذا waxay u dareeshaan marka inaanan qofka u sandoor u dooreynin oo qofka u dooreynin adaa ku haboon ilaa wax waa janna janna meel qofka u dooreysa waa janna marka ulimada saas ay u dareeshaan in badan oo kamida marka tanna waa tu ku dhaw oo barakada nabiga sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam xaqiis ka imaaday inu muxuu naftiisa dhaafiyo odayaashaas muxuu ahaay aadiyo uu diidan in kale Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda nabiga inaan arinta ayadahayd uu hoggaansamay isaga ayaana ku haboonay wayan lidalika barakada ayadahayd meesha Abdullah ibn Abbas ay gaarsiisay waad garanaysan oo waqtiga Sayyid Umar radiyallahu ta'ala anhu arda isaga iyo raggi al-muhaajiruun wal ansar bal kibaruhum ragoodi weyna ayu meel la fariisin jiray muxuu Abdullah ibn Abbas سيد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كدبن waxay ii jireen aanu gaanyar oo anaga waa kuwa la mid aan leenahay waxaad noo dhaxdhigaysa kadibna wuxuu ii jiray meesha adagsoontiin ka soo jeedaan ninka waa taqaan ninka aad ogeydeen waa kadibna maal maalmaha kamid waa tiyo imtixaan uu keenay oo la isku imtixaamay suurat ha idha jaa nasrullahi wal fath
kadibna ay ku daateen akhyaartii oo dhan uu ku guuleystay Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu warda. Tayib hadithka 507-aad wa an abi hurayra wa abu hurayra waxa lagu wariyay radiyallahu ta'ala anhu warda an nabiy nabigan wuxuu ka wariyay sallallahu alayhi wa alihi wasallam qalu hurayra nabigeena baynama gor ayyubu alayhi salam nabi ayyub alayhi salam yagtasilu qabaysana uryanan halu yahay isagoo muxuu ahaay qaawan fakhara alayhi waxa ku soo daatay oo ku soo dhacay jaradun ayah ayaa ku soo daatay oo min dhahabin dhahab ayaa ku soo daatay fajaala wuxuu guda galay muxuu ahaa ninka la yiraahdo ayyub alayhi salam fajaala ayyubu nabi ayyub wuxuu guda galay alayhi salam yahfi inu ku shubta fi thawbihi maradisa hafiga waxa wayan gacanta qofka inuu saas inta wax u galiyo kadibna uu saagu shubo uu ku antoobiyo saas uu ugu shubo wayan fanadahu rabbuhu rabbiki saa u dhawaaqay azza ghaliba hay wa jalla waynaaya wuxuu yiri rabbi ya ayyubu ayyubu alam akun miyanan ahayn aghnaytuka mid ka maarinsiyay oo ka deeqay amma tara waxaad aragtay maanta aad guraysa soo kama aanan deeqin oo wax aad kaga deeqtoonto kuma aanan siinin qaalu xiir bala inaad siinin rabbi oo iska dhaafe waad siisay oo de siisay weeyaan wa izzatika sharaftaada iyo weyninkaadan ku dhaartay walakin warka lagu laabay laaqina deeqton maxuu ay masugnaanin iguma laaqina deeqton bi anay iguma sugnaanin an barakatika barakadaada rabbi oo an ka deeqtooma anay iguma sugnaanin weeyaan rawahu al-bukhari hadithkan bukhari ayaa wariyay nabigeena wuxuu noocday sallallahu alayhi wa sallam nabi ayyub alayhi salam oo meel ku qabaysan waliba isaga oo qaawan ilaa qof markuu qabaysan oo dharka iska dhiga ayaa waxa cirka ka soo daatay oo rabbi subhanahu wa ta'ala ugu nicmeeyay dahab sida ay xokala badnaanta iyo yaraanta uu qabo ayaa dhankaas ay wax ka shabahay ay xanool ma aha kadibna markiba ama hanla waxa tiraadaba ama kabajaanka noocyihiisa muxuu ay nooc kamida intaba marka kadibna nabi ayuu markiba u dugay markaas uu muxuu aha inuu go'i ku shubta ayaad guda galay rabbi baa allah subhanahu wa ta'ala u dhawaaq wuxuu yiri ayyubu soo kama aan deeqin waxaan hadda aad u jeedid wax kugu filan soo kuma aan seen markaas uu leena cam rabbi oo waad ii deeqday oo deeqday laakiin barakada xagaada ka ahatay aniga kama deeqtooma culimada markaa waxay leeyihiin nabi ayyub alayhi salaam qaadashada uu qaatay macaani badan bay markaa muxuu ay keenin kartaa ama umur arimo badan baa muxuu ay lagu fasiri karaa waxa kamida dahabkaas iyo waxa cirka ka yimid hadithu aadim rabbi rabbki oo kala dan sheegayni wayan taas ayada mid kale waa nicma rabbi uu ku khaasiyay subhanahu wa ta'ala qofka isagoo muxuu ay nicma uu ku khaasiyay inuu dhabar joodiyo nicmada ilaahay muxuu ay iska taga ayna culimada qaar waxay leeyihiin waa kufraan nicma ilaahay uu kugu shubay haddu kugu shubay faa'iido ilaahay ku siiyay malaayiin al malaayiin al malaayiin inaad wax iska dhaqaaqdo iska tagto nicamti rabbi aad ku siiyay ku kufrisay inay noqoto laga yaabo oo gairiha min at tafsiirat marka waxa weeyaan mas'alada ayada ah nabi ayyub alayhi salaam saas ayuu marka ku qaatay waxa iyaga aha iyo dahabki uu ku rartay barakada ayadana waad garanaysa munaasabada barakatika weeyaan marka barakada qofku inuu badsado ninki ibn abbas ma adakaysan barakada nabi alayhi salaam wama ila dalika naam tayib rawahu al-bukhari hadithka bukhari ayaa wariyay babu fadl al-ghaniy ash-shakir babu fadl al-ghaniy qofka ghaniga oo taajirka ah oo dhaqaalahaysta ash-shakiri oo rabbi ku shukriyo fadliga aad leeyahay ayuu babi babkan weeyaan wa huwa qofka isaga ah al-ghaniy shakirna waxaa la yiraahdaa man ayaa la yiraahdaa akhada al-mala maalka soo qaata oo soo kasbada min wajhihi wajigiisi runta ah oo xalaash ah ku soo kasbado wajhihi wajiga xalaash ah ku soo kasbado weeyaan aw wa sarafahu kadibna ku bixiyo fi wujuhihi wajiyalkiisa badnaa ku kasbada weeyaa ku bixiye weeyaan afwan al-ma'muri lisfara biha ayada lisfaray hadithka muxuu ahaay baabka imaam an-nawawi alayhi rahmatullah wuxuu ku cadeynaya qofka ghaniga ah ilaahay dhaqaalasi subhanahu wa ta'ala laakin alhamdulillah dhaqaalihi la siiyay shaakirka oo daa'iman wa abadan shukri gala taagan ama qawl ha ka shukriyo ama gacan ha ka shukriyo ama qalbi ha ka shukriyo waxa weeyaan shaakirka ah fadliga ilaahay akti u yeela subhanahu wa ta'ala ayu baabkan u baab yahay weeyaan qofka isaga oo qaniga oo shaakirkan waxa la yiraahdaa waa qofka markuu xoolaha soo kasbana dariiqi saxda ahaa umar markuu muxuu ahaa bixinana duruqti iyo wajiyalka tirada badnaa oo wanaaga badnaa oo khayrka badnaa ku saas ugu bixiyay weeyaan qofkaas ayaa qani shaakir la yiraahdaa ayu imaamku leeyahay alayhi rahmatullah
قال الله تعالى ربك وحير فأما من قفك أما دولك أعطى مالك بحيه أو اتقى ربنا كبق سبحانه وتعالى أما نارت إسكا دورة أو صدق رمي بالحسنى آخرة حس رميه هي موعودك الله سبحانه وتعالى رميه أما بكلمة التوحيد حسنا أيضا وحاول ولقوم 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 فسراي فسنيسره حن يسرينا ونفوذينا لليسرى تفوذ ذوي وجنة أي نيسرينا أي رب رب الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ربك وحير وسيجنبها نار توحى لقفا ويا الله تقا كان رجع كان ربي كبق كبقتان كبدا أما كبق ويا الذي كاسه سفريس أيتها يؤتي بحي ما له مال كيسة يتزكى إسقى إستهرا ويان وحمان إسك طهرا وقلبي إس طهرا ومحوها حليش طهرا ويان وما لأحد قفنا ومسجنان عنده أكتيسة من نعمة جعان يسيسمة إيه أبال أو تجزى الأبال مريه قفك وحسينا نقف محوها أبال كل ما أهانين إلا ابتغاء وجه ربه ربي جيس أبورتي سبحانه وتعالى وجه جيس طلب كيس وحانا كأهين لا طلبه ربه ربي جيس ألا على إيس الرئي ولا سوف دبتا بأي يرضى قفك إساقع وثال النقن دناويا ساس ربي جيس سبحانه وتعالى وحاهل كان الأمانة ود ربي سبحانه وتعالى أبلن قاضي إن نارت اللي قفقه قفك نارت كبقه قبل ذلك أن ربي يسكبق سبحانه وتعالى قفك إساقه وحويان مال كيسة بحيه مركو بحيانا إنو إسكوت طهره إنو زكيه إنو نظيفية مال كيسة نظيفية أسنة نظيفية أيو أبحنا يا قف بني آدن هد أبالك قد دونانا لما أركو أبالك دونانا وحويان ابتغاء وجه ربه الأعلى قفك إساقه ونقص يا لغت المامي بلانت أدن بيسينو حين قطي وسيجنبها بأيوه الرئيسي أخيرا المحال يري ولا سوف يرضى رالي أيها هندونا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها واتي النبي الوير صلى الله عليه وآله وسلم مركو أوي أمتي أمتي انتو آد أوي ساس الوير ويان صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى ربك وحيري إن تبدو هدي أد موجسان الصدقات صدقوينك أد بحنيسان هدي أد موجسان أد برنانك صدقتان فنعم ما هي أيضا أي نعمة لها توناك بناتي ويان إن تصدق هذا موجسان وليبا خاصة زكواتك مركز زكاة أي تهي إن برنانك لصوريك أو حوين ذاتك أي كوكو ديدان أي علماء إن بدا الشيغان ويان إن تبدو الصدقات صدق هذا هدي أد موجسان فنعم ما هي أيضا أي نعمة لها تويان أوناك بناتي وإن تخفوها دي أد صدق هذا أد قريسان ودمك أد بحنيسان أوسك ديبتان وتؤتوها أتسان الفقراء ذاتك أباهن وفقراء أتسان فهو قرنت أيضا إيه بحنت أيضا أي خير خير بدن لكم أذنك إذن خير بدن ويان ويكفر ربك دمنا وحرافة عنكم حقين سي من سيئاتكم حمان يالكين وإن كرافة ويان والله ألا وين بما تعملون وحد سمين إيسان أدقى بين إيسان خبير مد باطن أكسن ويان وآدي آد أولا الصعدة ساسو ربك الله سبحانه وتعالى مركز صدقاء الله طريق ولا قبح كرا طريق وين برنانك الله كينا وحويا خاصة ميلها وحلقة يبوها وكلا سؤالها نبه لك كي استاقي وحوي روريات طبنكم كي يبوها هذيك طبنكم وكون نيشن دنات بحيسو لكن ديبها يسوديقين قفكوه الرأيو إش كل يواد بحينيسا لما جرب سوما إنا لسه بود مركو تيرا طبنكم كون آني قر أما طبنكم واتا أتيرا دفرت كسارتو فنعم ما هي واد من سن سنة حسنة أي نقنيسا إن بدنا ضدك وحيسا ميان ويحوي بحر ربان لكن قد ألبو ديجي وناك بدنا بقول لها في هدي أدلس بود مركو هدي أدلاه سبحانه وتعالى كوقة درنا لس بود وحيجها وحي وح الله وح أنت الله أنت دمبوك وده يتوت لن حد بحس هذيك طبعا كنا بحس لبا تنقف من طبعا كنا بحسي مقاي نقطي لبا بقولكن لبا بقولكن وحلاقي يا بقولي جا إنا دم صدقي سنين أنت لا صومري gadaal daman hata ay ku waad kaato iska faqiir ahad sooma fadhiga isaga ayaa 410 kaas kunad bixisay 200 kunad la baxday waa wacdi min Allah azza wa jalla marka mawaaqicdaas ee meelaha iyaga ayaa qofka inuu ku daahiriyo oo in tubdo sadaqaat meelaha soo galay zakawaat ka faradka iyo meelaha macsharka wax laga yabo in oo kale ayaa aad ugu qurux badan wayan hadii aad qarisana waxa soo galeysa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama
يمينه حتى لا تنفق شماله ما تنفق يمينه الى اي مدغتي اي مخو اهي waxay bixinaysay ayna bidaxda la soconin qofka bidaxdaada jago kale uusan ogeyn sadax u bixinaysa i waxad bixisa uusan ogeyn marka ayadna tahay soo galaysa wayan in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir marka in waxa wayan qofka qaniga oo shaakirka kaas wayan wal ayatu ayadaha وقال تعالى الله وحجري لن تنالوا مقاريسان مؤمنين تيي البر صمف المقاريسان حتى تنفقوا إلى أتكن فقيسان أو أتكب حسان ما تحبون مما تحبون وحد عشهن محكم ده وما تنفقوا وحد بحسان ومن شيء شيئة فإن الله ألا وين به شيء إساقع عليم حالم مد آدو أكسون ويا وحق الله وحق الله بحضر بقول كاتشيلين لبضى بقول كون كاتشيلين كبضا كير راشين كاس وهكذا وليبا هذا بس بشو حنقول جرنا واتقرنا إنسان وهذا أي لا بها بين كارس أنت مركع عاول لقى بحيو عاول لباتني سديد وحله هو بها بينكو والله باتني سقالك صدنك بشنا وقلن كرتا وها بينك سنين تا صدن بيحنا نقوم كرتا وثلاثة ذي نقوم كرتا لا بها بين وبننا يا نجحت إله مع كبرنا سبحانه وتعالى إنه جارسيه مركب بشاس بشر بش خيرات كا وحويان qofka inuu gaaro samafal laga mayaab ilaa wuxuu jecel yahay uu ka bixiyo waxaan arki jiray dad muhsinin oo wanaagsan sufrada iyo meesha cunada afurka lagu sameeyna cunna kala duwan ayaa taala cunada qaar waa kala sareysa waa kala qiimo macna badanta waa kala qiimo badantahay dadki fadhiye iyadoo xataa cunada ay badantahay oo ay wanaagsan tahay sadaqadii la baxay dadkan oo la afuraya Soomaa cunadi macaaneed oo aadka loo jeclaa asaga kuma bilaabanay dadkii u dhaweeyna isaga waxa waa timirti iyo caanaha iyo garko fadhiyay iyo rootiga yaray wax buu saas cunaya hilibki iyo sambuuski iyo wixii la jeclaa umadii u riixaya waxa weeyaan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun hatta waxay soo gali kartaa ikhwani fillah sahaban wada fadhina salaahan saxanka isaga la fadhiyo cunadi شركاء كنا قلنا سوما هدي مر بس حاجة نركينا نحن شركاء في هذا الصحن ما دام شركاء كنا هاي غيبت هذه مركة أنتي قرب كيا رنك هذا سومري قرب كنا واتقنا أنا والنبي كان وجعل عليه السلام دت كانوا يجعلين سوما لذي نكيد يجعلين قرب كم يجعلين مس في راح إيميلات شف كنا واجعلين إيو محاول برورت إيه رج رجها مركة وحاول غيبت أيضا نتنك كلا سومري سا وحاول ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويسوقري بدون شك لكن إنك استوي مراحل واش أي تهي محوها مراتب أي تهي ويان نعم مركة إن شاء الله تعالى بشان رمضان وفول بو كتر قلب وحي سورة قلة ودي الله سبحانه وتعالى أيسره وتقسي قرشة استوى شيء لقى مرمان إخواني في الله لن تنالوا مقاريسا حتى البر صمفوا المقاريسا حتى تنفقوا إلى أتكب حسان مما تحبون واحد يعشين وما تنفقوا وحد نفق إيسان من خير من شيء شيئا فإن الله اللوين به شيء إساق عليم عليم سمويا والآيات أيضها في فضل الإنفاق بحنت فضل إيلاده في الطاعة الطاعين كالغبحي كثيرة وتربذيه معلومة وأنا ليقنا ويا حديث شنبغ الإكوية ضباطنا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحير عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد حسد مجرو حسد كان معنيه سواء صوت شجني أو حويان جمشة يقفك إنه يراه هذا وحن هبل أو هلي ما أنا هلا ساسا معن هذا ويان إلهي إنه كغاض معن هذا ما هن سجل وحول إلهي وإن كان علمي بات سيسي أنا ما علمي سيست ويوفي أنا العلم كان هبل لسي أنا من لم يدين ليسيه معن هذا إن إلهي كغاض ما أنت إذا حسد برحت إنه ولا ما أقوله نعم لا حسد جمشة مجرت إلا فتنتين لبا شيء مؤينه رجل ننقه أتاه الله ألا أسي مالا مال أسيي مركوسيين فسلطوا ربي وحكدري على هلكته إنه كهلق في الحق حق وكهلق ويان ورجل إنه أتاه الله ألا أسي حكمة علمي إي حكمة أسيي فهو إساق يقضي وكحكمي بها إذا ذاتك وكلا ساريا ويعلمها ذاتك وبريا ويان متفق عليه وتقدم شرحه قريبا قرون وصومرنا ويان مسألة ذكوبات هو حويان فسلطه على هلكته في الحق إخواني ننك إلهي سبحانه وتعالى وحمسي فضلي مال أسي سبحانه وتعالى مالكنا لقو امتحامين جيبك دمك كل ريحة أو قلوسك وكحرة أو سنيرك وكسي الحرة
kadibna miskiinka barku aqmara muxuu aha uu baalki uu ku marsiisoodo baalka jiyar baa ku xirno ama waa kun kun iyo shan kun iyo isku xiran wayan ninka isaga ah imtixaan ba haysto runtii waana shay madmuum ah aad u liidan waana soo maray shuxiga iyo bukhliga waan soo marnay arabti hore xitaa jaahiliga aad baa u nacbaan jireen arinta iyada waxay dhihi jireen shaacirahum yaqulu shaacirahum ومن كان ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويدممي قفك إلهي وحديري أوسيه غالبا أيها مالك يكهلين علمي قال الله مد يعني عربك والله مد جاهي والله مد حوقي والله مد جيسيني مد والله مد وما إلى ذلك لكن بابك يكهلين ومالك قفك فضل صاحبه وهذا كدبنا فضلك أساقع كلب خيله تدكي أدخل نحن ولا قوم كيسي كلامحوني كلب خيله laba shay un baan inkaad qabsanayso tan koobaad horta cid u jiifi ama cid muxuu ahaayba laba wax diiday u dhimanayso lama arko tan koobaad taas weeyaan yustaqna anhu weeyaan tan labaadna way damami ay un baa la daba dhigay kii inkartay ku dhacday oo kii bakhiilka yaa dhaqoolki ii qaduuc yahay habeenoodan soo marayneen marka halkaas ma nagu leexin kan naga leexi kan warhana marina xitaa haduu hadal bilaabo lama fiir lama dhageysanay بينما مد مسكين هو اسغ انتو هايستو بركه 100 جير لو قيبيه اي 100 جير لو قيبيه قيبير هايستو ددك شاه او شبه وركيسا وا لو رياقيه ولا لغيسن هيي بل سوكوب مخدايسا لي اسغ ور نغ لخي كان مشه مخو اي نغ ديل اونكه وا لغ لخاني يستغنى عنه يدممي مركو ادون سان كو يهينا اخيرنا وخالص اينا سوما مركه مساله ايدا وها ويان اخواني في الله وارين كنتي ما اهن خصله يا صفه ددك اهل ايمان كا اي ليهن ما اهن ويان نعم فسلطوا على هلكه بالحق مركه غير سوما يابتدوا ادرفتك اسمه وريستيد نيمبا لو ليه وحوليه انت سو بابور انت سو غوري انت سو دقاله انت سو ملايين انت سو فلان انت سو فلان انت سو فلان ولجيس دوكسي حتى ولجيس موسنديسن ولجيس مسجد موسنديسن ولجيس نين المعادر اما ولا اي انت سو قبطا مخو اها دكان ير موسن فورين سوما غران ميد اروسرا ولجيس مخو موسن كالمينين نينك ايسغا مركه غير مركه كوغو سو دعه maskaxdaada maxaa ku dhaca waan inuu naar ga maan in caada adduunku nin ku naaran wa nin adduunku naaran wa isaga indhaha saa u taagaya wali baday baadiyaha ku jira uusi darno ku magaalada waxa laga yiraahdo baabuur fuulood guri caadi ba saxda magti ku baadiyaha qaar ka balaana kun neef ogeelo daba socda wa ka balaano arar laan ya marka masala mushkilad waa ya hadi alhaqiqa la saswa kaba ee shart tarbala نعم مركز وحو ددك مركو اركه مغالده جوغي تولوينك مركز عيريه مرعد ولا عيريه مرعد وعير مرعد سيروا كبلان خولها سو مخو اها ايجيلاس وحو هيستا كمان كما خرنا حديثك شنبقول يي لبا يي تدباتنات وعن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي نبي حاله ورسول الله وحو كوري صلى الله عليه وسلم نبينا قال وحير نبينا لا حسد حسد مجرف الا فتنتين لو ان مخو خصلادات الا شيء مؤينه رجل ان اتاه الله اله اسي القران قران كد الله سبحانه وتعالى فهو اسغى يقوم به وكو استاغيا او قيام الليل بو كو استاغيا انا الليل هبينك ساعته سي وانا النهار اي ما ننسى عدد اي كو استاغيا قران او اخرينيا او كو دكنيا او كو عمل فليا ورجل إن أتاه الله ولو مالا مال إله بس سبحانه وتعالى فهو إنسان ينفقه وبحنيا أنا الليل سعدها بينك إي وأنا النهار ما ننسى عد هذا يساء بحنيا ساسو لبضى سنة باون نحوها هناك سنة إلى إلهي أنا قلت بعد سأيشت قرآن كان كان أتسيسي ود إلهي أن رأض وافجس إنه قرآن كو عمل فلا قرآن كان يسوس كمجرده لك عمل فلين وعالم لم يعمل بعلمه معذم قبل عباد وثني quraanka oo laa jaawiza xanaajirahum quraanka oo codku un raadi quraanka oo muxuu aha wa qaari hal wiiraad wa taqan awwalu man sa'ara bihin nabihim an-nar yawm al-qiyamah wa qafka qaariga taasayada ma hanta laga hadla oo qofku in la janto la rabo qofka qaariga quraanka uu ka muqdi qaari quraanka uu ka muqanin wa qaari hadii wa xanaaqana quraanka xaq u turaya wa qaari sigaar u cabaya wa qaari wa musbil sarwaalka iyo khamiiska iyo macuusta ay ulku jiidayaan wa qaari sunna nabi kama muqata alayhi salatu wasalam wa qaari harantu cunaya wa qaari dadku is tusaya taasiyada kuma jirto baabkaas laakiin wa qaari quraanka wuxuu faray inuu walaa imaad intaas ku filan qofka isaga hadii aad aragto markaad inaad ilaahayow daa'imow abadan kano kalmad igeeshid atiraad oo ilaahay barid
dib malahan waana wax aad u fiican hayelay qofkan wuxuu xambaarsan yahay kalaam Allah azza wa jal quraanka Allah u soo dajiyay wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin quraankaas inta ugu jiray ikhwani fillah oo inta ugu jiray ku jiritaan bas ma ahan ma dalika ya'mal bihi oo markuu akhrina waxa weyn ka annahu ina ilaahi Allah subhanahu wa ta'ala ilaahi wahal wa kalaamka Allah saasu muxuu aha dareensan yahay markuu alhamdulillahi raado ilaahi ba alhamdulillahi rabbil alamin ilaahi ba yiri oo hortaagan saaso kale ninkaas markaa waa adduunka wax la heli karo ma aha haqiiqatan markii inaad tiraa rabbiyo ka soo kale ma igayeyshid oo waxa muxuu ahay loo ogol yahay tan labaad oo wanaagsan tan labaad waa qof maal ilaahi wuxuu subhanahu wa ta'ala maalkii ku harqay halkaas masaa'id ka dhis inta qabo aqribada muxuu wax u tar waxa wayaan fuqaradi ay taamti waxa wayaan mucwaziinti dhalinyaradi muxuu ahaa buurku baahnaayo zinada iyo balada muxuu inay ku dhacaan khatarta ay ahayd wixii muxuu saad u kala farqaya qofka markaad aragtay maxaa ku gali inta aad haysto kunjibaarka diya ku sii ya ansan gale horan waati aan soo marnay afartanin oo muxuu ahaa kamid ahaa ninkii maalka iyo cilmiga ilaahay isku dara subhanahu wa ta'ala kadibna ya ninki hata niyadiisa qabay inuu asna sidii oo kale u helo marka aqal shay bal niyadii uu aan la iimaano weeyaan mutafaqun alayh al ana as-sa'atu wa sa'atihi weeyaan hadithka 537 wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna fuqara al muhajirin muhajirin fuqara dodi ata wa hayy madan rasul rasulka alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam fa qala wa hayy hada dhahaba wa hala tagay ahlu ad-duthur dadka maalka aadka u badan lahaa waxay la tageen bi darajatil ula darajooyin sarsare la tageen iyo wan naciim nicma ay la tageen muqiimi ee daaima ay la tageen fa qala wuxuu yir nabiga sallallahu alayhi wa sallam wa madaka arinkana muxuu yahay oo maxay sameeyeen fa qala wuxuu yir hada yusalluna wa idduka dhan horta kama nusalli sanu tukana khushuucedi safka hora wa wanaagi wa idduka dhan kama nusalli sanu tukana wa yasumuna wa yasuman kama nasum sanu sunna ويتصدقون ويصدقيستان ولا نتصدق انما صدقيسان وحن صدقيسان غعكم هين ورغاد اوغيدون كشكينين او مجتاب النمار او مخو خرنا غوبستياش خرنا او دغيدين او رغ سوخاي وا رغي ايغا هويان ولا نتصدق مصدقيسان ويعتقون بفتح الياء وكسر التاء يعتقون ويحرينيان ولا نعتق انغر مخورين ويان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم ما اذن برا شيئا شيء ما اذن برا او تدركون به اتكو هليشان من اخيارتي سبقكم ان كهر مري او وانا قاعد كي كهر مري اخيارت ايدا وحي كي كهر مري ميدن برا من دولكي سبق سبقكم ان كهر مري او تسبقون به اد كهر مرتان من بعدكم دت اذن كدنبينا الا اعلمكم اذن برا ما تدركون ما شيئا شيء من برا او تدركون اد كو خليشان اد كغه دبتغتان به اسغا من اخيارت سبقكم ان كهر مري اد كغه دبتغتان او ميشي ايغا جوغان اد كو تغتان او تسبقون به اد مخوي كغه هرمرتان من بعدكم ددك ان كدنبين اد كغه هرمرتان ولا يكون اسن هانين احد قفنا افضل مد كفضل بدل منكم حقين حقينا اما ادينك ان كفضل بدل الا من خيار معين اما قف معين صنع سميي مثل ما صنعت وما حد سميسين وكلام معين قف اذن كفضل بدل ان لا اركينين قالوا وحيرا بلا يا رسول الله بلا نبي الله نوشك ان نوشك اسك داي نوشك ونوشك ونوشك يا رسول الله يوم قالوا وحير تسبحون سبحان الله بالذين وتحمد وتحمدون والله الحمد لله بالذين وتكبرون الله اكبر بالذين دبور كل صلاه صلاه الاركا قداشيد ايد يا مخوي marki laga baxa 33 صدن يسدح جر مره او جر يلدين 33 صدن يسدح جر مره او مر اياد مخوي يلدين سبحان الله صدن يسدح جر الحمد لله صدن يسدح جر الله اكبر صدن يسدح جر اما سبحان الله الحمد لله الله اكبر او مخوي صدن يسدح جر يلدين روايات كلمتي عدين او لو ختمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 بقول ليس كن نقطه 99 كي فرجع وين نقدر مرك فقراء المهاجرين مهاجرين فقراء دودي انت بدن فقراء المهاجرين وبدن الا انصار ودنكودي جوغان هبو كدباسنا هبو دبيسنادنا لكن ودنكودي جوغ قف قحوتيغا اي قف ودنكيسي جوغ حتى اسكو نوع ما نعم فقراء المهاجرين مهاجرين فقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حيرذن سمع وحمق لاخواننا ولا نغ ايا وحي مقلين
اخسمي او حمق الاخوان ولا الله نغ اهل الاموال مالك او صاحبك اها او اهلك اها بما فعلنا وحن سمينين مقلين ففعلوا مثله انت ان سمينين لميد اي سمين ففعلوا حي سمين مثله عملك وناكسنا او نفرتي انت ايغنا سمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كاسيت فضل الله وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله وحوسي من اخيار ايدول ايوسي يشاء دور ايوسي متفق عليه. وهذا لفظ رواه مسلم. الدثور الاموال الكثيره والله اعلم دثورت ومالك اتك او تربضا اله بان اوسن الحقيقه. باب ذكر الموت موتك او لا حصه او لا حصص نادو اي باب يحي اي وقصر الامل يد ديلده او قفكو سو غابيو اي باب كانوا باب يحي ويان قفك انه دائما وابدا موتك صبحت او حصص نادو غلط او حصص نادو marku saaxana wax xusnaado ilaan mowdki suqraagaya marka ayda sanku soo saaran alxamdulillah allahum bika wadaa jambi wa bika rafa'a fa in amsakta nafsi faghfir laha wa in amsawayna saltaha wa bal marka wala qabtayba marka la qabtay kadib huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa allah afsadi kadibna wa yursalu al ukhra wa kadibna ti marka ilahi u raba aya waxa uu siideya fayamsiku allati qada alayhi al mawt wa yursalu al ukhra ti ilahi marka mowdki weyna lagu xukumay meeshii lagu reebay ti kan uu soo deynaya alxamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur marka daa'iman wa abadan qofki inuu mowdka xasuusnaado oo dhikrigaas mowdka wax badan buu ka cilinaya qofka hadii ad al-mawt idha kana al-mawt amamak baanti marka inaad sheegtaada macda mowdki war waad baan sheegaysa mowdkina waa khiyaanada macda mowdki xasuusnaaysa inaad wax xun eegto ayaad macday war mowdki ilaan marka dhibta kadib toobakeen ma jiro waan la iswaydiina thumma la tusalun marka mowdkaas in daa'iman wa abadan la xasuusnaado ayuu baab kaanu baab yahay iyo waajibnimadiisa iyo fadliga uu leeyahay iyo qofka yada diilada inuu soo gaabsado idha asbaxta fala tantadir almasaa wa idha amsayta fala tantadir as-sabah qofka inuu saas ku amal falo oo waxa weeye amalki caadiga inuu qabto laakin yada diiladiisa uu sanad u sii badanin oo hatta waa noo iman doonta in hatta wasiyada illa qara'i kulli waa noo iman doonta insha Allah tabaaraka ta'ala. قال الله تعالى ربك محيري كل نفس نفل أركا ذائقة الموت موت وإلي لمن دونتا مدل مسوية نفكست الموتك وإنما أنت وفون وعلى أوفين دونا أجوركم أجريالكين إيوح أتكسبتين يوم القيامة ما ننت قيامة والذين أوفين دونا فمن قفك زح زحا لقفك ولقد ديريو عن النار النار تلقد ديريو أو أدخل لقلي الجنة جنة لقلي فقد فاز ولباني لبان رنه ربا لباني وما الحياة الدنيا الدنيا ذا نورشادنا ما أهن إلا متاع الغرور كذي أما كذي كذي نورشاد أمويان متاع الغرور والراحلس كذي عسكريات إليه جنع علماء عسكريات كمحوية هاي وبيقى يميلها بيها بلياذ يميلها بيها لفريا ورارك يميلها بيها لفريا جيدو حجر كبحة marka gaaliban wabiga loo isticmaalaa marka siiqaas oo ka baxa halkaas oo ka bixi waa cagaar marka xoolaha meeli kale marka ka soo dhamaadaan muxuu aha cagaarkii halkaas ay marka ay cagaarkaas soo aadaan marka cagaarkaas isku ay ku soo hobtaan kadibna markii waxa ku soo boodo xaaski marka culimadu waxay yiraahdeen caws geeriyad oo adduunka caws geeriyad intaad oo muxuu aha cawskaas oo aad ku sii socoto oo saad leedahay ayaa waxa way yar markamoodku uu xaaski uu ku dafaya wamal hayatud dunya إلا متاع الغرور ومحوها الراحة لسكة ذيويا. وقال تعالى ربك محير وما تدري ما أكسونا نفس النف ما أكسونا ماذا تكسب وحي الشقين سغدا بري ما أكسونا ويا وما تدري ما أكسونا نفس النف ما أكسونا بأي أرض أرلتها تموت كل من يسمى أكسونا ويا بري وحد قبل يسمى إله بأكسونا هذه ما أكسونا أرلت وقيريون يسمى ما أكسونا ويا. نعم. وقال تعالى حيدن قرن استاذ اسمع ايد ما كنت سما. وقال تعالى لو حير فاذا جاء هدوي ما اجلهم اجشوده لا يستاخرون دبلوم مريا ساعه ساعه للدبلوم مديقا ولا يستقدمون من الحرمريه ويان مر به دي اجش اي ماده هبا كيابين يجتمع الاطباء المحبون اقربدي وحالسي مالكي وحول بكين مر به دي اجش اي تيمادو. لذلك سيد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه من جيسي وهي ادو جيسي ما بدا ما تقرنيسان
arinti uu ka sameeyay qaswat badr mubaarazadi ragii markii la soo baxay la yiri waad garanaysaan xamza ali iyo abu ubayda markuu nabiga kaleey salaam saddexdin ay fag soo dhaheen soo boodeen ali waad garanaysaan inta macaarku istaagay kadibna ali waxa lagu yiri asagoo mowtki laga shakeynayo markaas uu yiri aniga maxaad ugu cabsi gelinaysaan maanin waa laba un adduunka dhan waa laba maalmood maanin li qadaray inaan noolaado oo adduunkan ku dhex noolaado maanta ayada maxaad iga cabsi gelinaysaan wax kasto la sameeyo haba ka yaabin in aan dhinto ama dib isoo gaaro ilaa lima qadarin iyo maanin li qadaray oo inaan geeriyoodo waaramaan ficil maan imaanaysa weeyaan wax kasto la sameeyana arin maxuu ahaa qof wax iga tari karo ma jira marka faalimal khawf in marka aan baqbaqo oo maxuu aan in ragaho waxa weeyaan iga hor yimid aan ka leexleexdo xaqay ka imaanaysa u dhig jiray hadal macnaha salaah ayuu lahaan jiray radiyallahu ta'ala anhu warda وقال تعالى الله وحيري يا أيها الذين ذلك آمنوا عليه نبيرهم أيو لا تليكم يا إذن كما شغلون أموالكم ماليالكين ولا أولادكم إلمهين أي أولادين عن ذكر الله ذكر قال يا إذن كما شغلون ويان ومن قفك يفعل فلا ذلك أرنك إساق أو النفط محوه مالكيس أي أولاديس كما شغلون عن ذكر قال فأولئك كوا أيهم أيهم بأل خاسرون كوا خسارة ويان مالكيس أي أولاديس قفك ذكر قال يا كما شغلون qofkaas waa khasaare weeyaan rabbigeena waati ilaa subhanahu wa ta'ala markuu amaana ay akhyaarti rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah saas weeyaan wanfiqu bihiya mimma razaqnakum wa hadin ku irzaqnay min ba'di ma razaqnakum min qabli ay yati aytayn imanin ka hor ahadakum mitkin almautu mautun sunu imanin ka hor weeyaan wa fa yaqula kadibna u yiraahda ربي ربي يو لولا أخرتني هلا أخرتني ما دب إيدكت إلى أجل المدى قريب أدو فأصدق أن صدقيست وأكون أن هذا من الصالحين كوسو بنان كمدى هذا ربي ودب ما ديدكت إنير أن صدق بدل إماد أن صالحين تكبير أن وناك لإماد أن صن لإماد أن زكى لإماد أن ولن يؤخر الله إلهي دب أمريكا نفس النف إذا جاء مركو إماد أجلها أجش يد مركو إماد إلهي دب أمريكا والله الا وين خبير مد اوكسون بدن اوكسونان بدن ويان بما شيء تعملون اطفاليسان لذلك قفك الاتعاد بالاموات تدك جيريود ان لغو وانا قاتو وا شيء مهم قفك سكرات الموت قفك دو وانا ربا اسبيتالاده تك قفك مؤمنك علمده وحي اد او دردار مجرين خيارته صالحين تها قفك مركو جوغا بل اما لبا بلود اما مركو مدة جوغا انو اسبيتالاده تك ولي اسبيتالاده وين كينياتا ايو وحا ويان اخ خان ايو meelahan muxuu aha weyn oo dadka la seexiyo istaalada inuu tagay dadka ku waanin jireen qof indhihi ay ka soo dhaceen qof labada lugood go'on qof taahay cabaad ka yara waxa weyn istaalka aan la jiifi karin qof dhaqaaq aan lahayn oo muxuu ay ku neefsan oksijiin qof waxa weyn kansar uu kala jiray qof yaani waxaad arkaysa xaalad aan xaalad ahayn kadibna qofku markuu arintaas arko jacaylka adduunka ka yaraanaya haggaan waxay sameyn karno badan maanta asagu furnaaya muuqata salaad badan soom badan dhikri badan quraan akhriin badan sadaqa badan oo salaatu rahmi qaraab xariirin badan wanaago badan oo muuqda kuwa nama sameyn karaan marka sule warisgar lilaalika marka qofka markii aad waxyaabahaas arko waxay ku xambaaraysa inuu booski isdhiga war kuwan maanta hadii la yiraahdo waxbaad lidin cilna nolosha lin ku soo cilna ama waxa wayaan maxay sameyn lahayn intaas aad sameey marka waxyaabaha qofka baraarujiyo ay kamid tahay quraanka iyo mowtka ay kamid tahay wayan naam waqala ta'ala allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa marku yimaado ahadakum mitkin almautu gari qala u yiraahdo rabbi rabbi irji'uni iliya hal ilaaba wayan la'alli waxaan mudanahay a'malu inan fala salihan amalan wanaagsan fiima taraktu waxaan ka soo tagay kala iska daali raintayda baabkaad baab furan maahan innaha iyada kalimatu wa kalimatu huwa qailu iska yiri qofku iska dhahay wayan wa min waraahim gadaashada waxa ahaa barzakhun darbi ee haajis oo adunka inuu ku noqdo ka ilaalinaa oo ka cilaa waa qabrigi barzakhun ayajra ila yawmi yub'athun ila ma anta ba'thika laga gaaro wayan noqosho ma jirto saas ayuu leh lidalika kala innaha kalimatu wa qailu waxa isku macnada weeyeen walaw ruddu la'adu limanahu anhu wa innahum lakathibun dadka maanta qiyaamada gaara
ay cala calayaan marka naarta khaasatan la galiya iyada billah waxay leeyihiin rabbi wa ma nu'il isid rabbana akhrijna minna fa in 'unna fa inna zalimun rabbi wa nagbihi naartana hadii u laabana zalimin baanay qala khsa'u fiha wa la tukallimun ayad kala maxay ahayd walaw ruddu hadii la cilin laha oo adduunka loo cilin laha la'adu limanuhu anhu shirkigi iyo bid'adi iyo dhunubti iyo macaasidi iyo dhulmigi iyo ta'alaanti halkay ka miisi lahayn wa innahum lakadibuna bayna rayalwa saasu rabbiga allah subhanahu wa ta'ala tanna wa lamid kalla innaha kalima huwa qailuha kalima iska yiri wayan hadii hatta la'illaha nafsa shay meshu boskum marlaha hada somadan arkin dad mujrimiin oo tuuga wa la qabani isaga waxa la ila qabani kadibna xabsi la dhigi 5 sano 10 sano lagu xukumi intu xabsiga ku jira ka warraman inkaasaga tuqtamaya wariga bixiye mesh war mar uniga saara wallahi hadii aan ku noqdo kan kale wayan waxa lamida ilmaha ma taqana qasan oo caasiyalka oo muxuu waalidka iyo rabbi subhanahu wa ta'ala wixii ay rabaan aan sameeyneen wala garaaci ama cunug hatta macallinka macallinka ashir soo diyaar yuu leeyahay kadibna macallimintu hata qarnada ee baashiye weynada la fooraya Mr. Blue wa baash usbay taayada hal la tooray jazaakum allah khayran ilmihi quraanka ina xasiisay marka Mr. Blue gaas marka aniga la fuula wallahi macallinka kuma noqonay wallahi waan soo diyaarina wa bari marka hadda markii aad meesh ka baxana kubadi iyo ciyaartii halka miisana sabab marka baabka soo baab khatar weeyaan bini aadanka sidii sabab ka sameysan idaalika qofka inuu intaan meesha laga gaarin booskaas aan noqoshada intaan laga gaarin qofka inuu muxuu ahaa diyaar garow bilaabo warna laga marmayna weeyaan ilaahay waxa gabadeena subhanahu wa ta'ala inuu fajiyo inaan diyaar garowna faida nufiq hadil afufa fi suri bunk hadil afufa qiyamo fala ansaba isu nasab sheegasho yawma baynahum rahdada ma ahanin yawma idin ma anta ayada ولا يتساءلون وحمن اسمه ويديان ويان سؤال مثال نسب شيخ شما جرت يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه هدي اضابها وهي كعررت يا حاسك قاعد كعررت يا اذكر نسب كيس ويدينيس يا اسكت لهن ما صونيس ويان تساؤل كاس فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون وكل دونت نفخي وقتي اسمهن حاله يابا مركي محمد جنده لاغلا اي ميلها سنيت اما جنده غديت اي تا لا يابا حالات كلا ولكن مركي هلكاس نفخي مركو دعا يوم يفر المرء من اخيه سؤال مثال حمل اسمه ويديناي فمن ثقلت خفك علسات موازينه ميزان كيسه فاولئك كويهم المفلحون كو الليبان ويان ومن خفت خفك افضات موازينه ميزان كيسه ميزان يالكيسه وجمع ميزان فاولئك كويهم الذين كو ويان خسروا انفسهم وحم جمع تهدى محوها فمن ثقلت موازينه جمع اسغا ميزان كما هل ميزان مثل موازين بدن ويان وهل ميزان لكن واحد جمع وحويان اعماش ايا كان نعاس كان صلاه كان صوم كان زكاه كان وهكذا دنك كلنا واساسو ايدنا وهكذا موازين جمع اصلا كان اني تاي وبدنتي ويان والعلم عند الله عز وجل فمن قفك ثقلت عز الموازين وميزانك سما وحايب الميزان ما يعلسدان فاولئك كواسهم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك كوايق الذين كو يخسروا خساريين انفسهم في الكود خساريين في جهنم جهنم اي خالدون كواريان تلفح وحليفيسو oo diiranaysa wajuhum wajalkooda waxa diiranaysa annar nar bay amxuu ay diiran doonta wa hum wal hal hum ayagana fiha naarta dhaxdeeda kaalixuna ay ilka cadeynayaan bishimihi iyo furuurihi dhan waxa la taga naarta markaas ilkii oo qeexan ayaa banaanka soo iman doona waciyada billah alam takun yiqalu mahalurih doona alam takun miyaynan ahayn ayati ayatkayga tutla mid lagu dul akhri aleekum dushina oo fa kuntum maada somada nahayn biha ayada tukadibuna ku beeni ila qawlihi ta'ala alla qawlika laga gara kam labithtum ayaga la waydiin doona kam intaaba labithtum ad ku nagaateen fil ardi adada adada sinina sanadyal tiradood miqa sanad adun ku nooleeden na'am arada ad joogteen oo xaga jirteen wayan qaalu waxay leeyeen malayhin labithna wa hanagan yawman hal manin aw ba'da yawmin ama manin barkad ayaan nagaana wayan ee fasal waydiin caadina ku tirtirnaay oo tirada maxay gacanta ku hay malaa'igti hawlahaas ka warqabay waydii wayan qaalu wuxuu yiri rabbi in labithtum ma adannagan illa qalilan in yarmu ayne law annakum adinka kuntum adiyatihin ta'lamuna ku ogsoon wa dunkas waxay sidiisaba wax aad u yar aad u yar koban waya afa hasibtum yaad umalaysan marka annama uni khalaqnakum inna idin aburnay abathan ciyaar yar inna idin aburnay miyad maxay umalaysan wa annakum adinkana ilayna anaga haga hageena oo rabbi xagiis la tarjucuna adan soo laabaneen miyad umalaysan wayan fadlash
والآيات في الباب كثيرة معلومة ما يذكرك أجرت مياه. وقال تعالى لو حير ألم يأني ألم يحن ميين قارن للذين كوي آمنوا قال لئن برهم ميين لقارن أن تخشع قلوبهم قلوب هذا وقت أي خشوع أيسي لذكر الله ذكر الله يخشوع أيسي ميين لقارن وما أيخشوع أيسي نزل ورب سودجي من الحق حقه قرانك يدينت سودجي ولا يكون أين هنين كالذين كوي أوتوا لسي الكتاب كتاب لسي من قبل هران فطارؤوا ديراده عليهم أيه وكل ديراده الأمد الزمن وكل ديراده فقست كدبنا أي قل شيء قلوبهم قلوب طول أي قل شيء وكثير إن بضن أو منهم أيه كمدة فاسقون كوة عضا لك بحيويا والآيات أيضا في الباب كثيرة وتربذي ومعلومة أنه لو يقان أي شيخ لي علي رحمة الله حديثك شنبق لي أفري تضباطنات وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا في عبد الله بن عمر أخذ رسول الله رسولك الوحوق قبطي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي قرب كيكو إقبطي وفقال وحيري كن وحاضها عبد الله عبد الله يو في الدنيا الدنيا وحد كل حاهتا كأنك غريبا أضو مرتي وكلا أو عابر سبيل كأنك غريب أضو محوها مسافر وكلا أما مرتي وكلا عفوا أو عابر سبيل أما قف مسافر وجدها وكلا وكان ابن عمر وكان ابن عمر وحوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن عمر وحوها يقول مديره إذا أمسيت هدي أدقل بيسته فلا تنتظري الصباح إن الصباح قريسها سوغي نمويين هكورني وإذا أصبحت دي أدوى بريستنا فلا تنتظر المساء قلبها سوغي نمويين وخذ قاذا من صحتك عفمات كذا كقاذا ومحوما كصحي قاذا وعمل في الله إما ولمرضيك عنون كذا وقاذا ويين ومن حياتك نولاش هذا لموتك مغير هذا وقاذا وقصحي قاذا رواه البخاري حديث كان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قربك يساء قبتي وحكمتها هي أساليب التربية أو الأساليب التربوية مرك قفك على تربيينا وليبها دو قف دائريه إن محوها قربك إيصال لو قبته أما قعانت سال لو قبته أما بمحوها وحيابها أساليب تربية ذي كميتها ويان ولماذا المنفسي قالوا حيليهن كلما قفك جركي سأيس كل دوادان كلما تقبلك إي أقبلتانك قفك وحكا أقبله أي بدت سؤال هن قف حق فلي هاي بلي ورن وحفلانا كاربا كور إيها دي أنت أسو دواتا أدمحوها هذا يسكس دواتان دواشة ذا صوح بضم باي مركا إلويني سأيليه علماء علم النفسي مركا قرب كساء قبطي مركا سأحيري عبد الله يو أدونك ما حتقول لها تقف مرتي وكالي غريبك مرتي قفة ودن كان أنه حبك يقول أما وقف جدها يا أبو محوان السعودة لذلك عبد الله بن عمر وحوان جي رضي الله تعالى عنه وارضاه هدي أتقلب قارته إن الصبح أبو محوان هيتقالي سأكون حساب تمن ومعنى ذا محيطه قلبتها إلى صباح دلقة جارة وحي أتكون جنة لهيد أو نار كجواب بادي لهيد أو دوش الله إن لهيد لا إمو أكون حزابته من بريئة يعني هو شان قمان دون مية أو أررت واجا يبريه هذا قلبه إن جونا سما وأنا هبين أنقلني إن صباح دجارة إن أنا وحساب تمينه كذلك وحكر له جري هدي أدواء بريس تضرب سبحانه وتعالى أصبحنا وأصبحنا كلها والحمد لله أتري هذانه إن قلب خرّع يكون عيسى كون حساب ثمن أوح على وحي عطى قلب الدبر قال هذا هذا هو مرصع ساس يوريه جري رضي الله تعالى عنه وارضاه كدمنا هذا عفمات بعد قبته عفمات كان سيما دائما هاي عذر باكدم به مركا أكاونت قاعد بيحس كذلك هذا ما أنتوا النوش هاي وادي ما نيسى أنت هذا اللي من كوره أهل القبور ذاك شلي نولا أو رمضان كوره نولا إلهي سبحانه وتعالى حديث هسيو درجات كذا كوره وقاده ما أنت وحي تمنينا إن هل ركعت كذا ما نجيه لي كلام إنا هل مر الحمد لله رهذان الله قرأ يتمنى المدي كرام إنا هل مر ربي جنك صلى الله عليه وآله وسلم واللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي رهذان أي يتمنى من أو ذكرا وخذ من حياتك ومن حياتك لموتك ساس يولى رضي الله تعالى عنه وحال عبد الله بن عمر أن رسول رسولك صلى الله عليه وسلم قال نبي جنك حيري ما حق امرئ قف حق اسمه أن المسلم أي مسلمة له أوسق هذا الشيء شيء ويوصى به فيه يوصى لدى دارم فيه أسجد حديث لدى دارم قفل مجرم ويبيت أبريا ليلتين لوحب إلا هدوء جرمية ووصيته دردارا كيسنا مكتوبة مدخرا ها أهاتو يعني عنده أكتس أهاتو متفق عليه هذا اللفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت أبريا ثلاثة ليال سد حب قال ابن عمر وحين ما مرت يبس ومر علي يد شيدة ليلة حبين مد سمعت قرتي عن مغلق بالله برسول الله رسولك لأنك مغلق صلى الله عليه وسلم قال إنه يري ذلك أرنك سقا إلا هدي أي سومر تميه وعندي أكتيد حاها طي أو أكبر ذي
wasiyati dardaarankayga. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu cadeynayaa xadiithkan qofka muuminka ah xuquuq badan ba jirto waliba khaasatan waqtiyadan hadda la joogo oo shirkadka iyo musharakada ay aad u tir badatay oo qof kaliya wax laab uu yaraaday in marka muxuu ay saaxiibnimo iyo gadaran ka hagaajin doona ay baabkaas qofku uusan ku bariin oo habeenki markuu saaxana wax alla wax xaq uu u leeyahay inuu qoro wax alla wax xaq uu dad uu kula yahay inuu qoro wuxuu dardaarmaana uu qoro kadibna wasiyadii uu saaw diyaarsado xaq asaga ayaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam amarku bixiyay abdullah ibn umarna arintaydu way soo xojiyay wasii xojiyay oo arintaas uu ku amal fara radiyallahu ta'ala anhu warda hadalkiisa horad ma u jeedeen amalkiisa waa aragtaan haddana waxaa laga helaa website-yada ama google hadii aad gashaan al wasiyya sharciya wasiyada sharciga ah sida loo dardaarmo iyo muqaddimadkeeda ayadoo diyaar ah oo uu fahmo in la buuxiyo bas u baahan ayaa laga helaa internetka al wasiyya sharciya ku qoreysa fag wa ku soo boodi kadibna waad muxuu ahaa waad print gareysanaysa ama waad dabcinaysa waad soo baxaysa kadibna waad qoreysa ayadoo carabiga ku jirta ayadoo ingiriisiga ku jirta ayadoo Soomaali la helan waa laga yaba ama luqado kale marka wasiyada sharciiga ah noocas weeyaan qofku mar qaati galiyo lidalika salafku xayaan jireen si ay dahabka iyo fiddada iyo xoolahooda qiimaha ay u ilaalin jireen ay waxay u ilaalin jireen muxuu wasiyadooda oo meelaha waxyaaba khatarta la galiyo inta ay muxuu wasiyadooda qoraan ay galin jireen hadii waxay ku soo biirana ama waraaqdi ay bedeli jireen ama gadaal ay ka raacin jireen rahimahumullah wa rahmatan wasi'a marka wasiyadaas ayadna qofka inuu muxuu aha u diyaar garooba oo dhikriga mautka ay arintaas ay cadeyn u tahay weeyaan iyo qofka inuu gaabiyo diilada iyo dunkan ku sii noolashadiis hadithka 567aad wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu arda khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala Anas huyri khatta an-nabiy nabigu huu xariiqay khututan xariiqiyya dulku ku xariiq nabiga alayhi wasallam faqala huyri hadha al-insan masasa idin qor hadha kanaytu xariiqan al-insan wa insan wa hadha ajaluhu xariiqan kalana ama xariiqiyadana wa ajashisi fa baynama gar huwa isaga kadhalika arinkaad ku sugan yahay u socda id jaa wa haymit al-khatt al-aqrab xariiq dhawaayay mid oo waad inta weeyay rawahu al-bukhari saas ma idin qor hadith ka dama aad nooc aad u cadeyn doona maxay riwaayada dambe hadith 577aad sawirkiina meesha ku dhagan yahay insha Allah ta'ala arkaysan hadii hada projector uu noo yeelo darbigan saar leen laakiin waxa weeyaan maadaama uu kitabka saaran yahay waxa weeyaan waad arki kartaan hadith 577aad وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحي خط النبي نبي قال يا حريق صلى الله عليه وسلم خطا حريق مربعنا فرقيسا صندوق اهن ساس اي نبي حريق عليه الصلاه والسلام وخط نبي وحو حريقي خطا في الوسط حريق برتمهم حو صندوق مره اساسا نبي حريق عليه الصلاه والسلام ولي بك دحبها سيتصور كقر وخط كذب النبي وحو حريقي خطط حريقيه حريجمه حريقيال صغارا يرير الى هذا الذي في الوسط ودنك كان حريقا برتمها حقي سو جوده من جانبه دين عيسى الذي كاسو في الوسط لحظه يوسس حريق اوسو بحيان فقال كذب النبي وحو صلى الله عليه وسلم هذا كنيت حريقا دير او سوده الانسان وبني ادم اولي بك دحب صندوقي كو وهذا كنيتن صندوق افرجيسك اهنا اجله واجشي سمحيطا به اسغ وليبا ككوبن او كو وريكسن ويان ساسو اجشي او وريكسنتاي وهذا الذي هو خارج مد كان كدحبحسن صندوق كسي دحبحسن امله هو دليل سوا ملكوتكو هلكان اسغن كبحسن ياي مخو هلكاس او سي موقته ملكوتكينا وها ويان هلكاس ايو او جرا مخو دفيس او جرا ويان كو وهذه تنيتن الخطط احريقها الصغار اي الاعراض ومصيبوينك اي حنوندا اي مرغيها اي ديباتوينك ادونك مخو اي كغا دحايس ويان حريقا حريقها سرير فان اخطاه هذا هدو حريقه مد كمد كان اوقف فان اخطاه هدو قف هذا حريقا هدو قف ها نهاشه هذا كان اي مخوها ايا كدفت ويان كان ايا غوستا اما كدغ اما كدفت ويان وان اخطاه هدو قف هذا كان نهاشه وحام محوها عن توقه أما بأصيبه هذا كان يأصيبه وين رواه البخاري وهذه سورته سورة دي سنواتا وين وسورة دانا ركتان وإذن قرأين سوما كان سكننا سوما ما يكن وحاكين إذن قرأ وحاويا ولبضا لبوكا كيري سوما
waxaan tirada badan iska daaya midkan soo fiiriyoon waa santuuqas tan raajix weeyaan santuuqas caadiga oo saa oo malakumoodki oo ku insaan ku wareegsana iyo bini'aadankii oo kan dhax socda oo xariiqan dheer oo muxuu xaq ugu baxsana iyo xariiqii yar oo saas ah oo naciya ka iimaana oo muxuu masiibooyinkii iyo caraalti ah xariiqa baxsan u yahay bini'aadankii amalkiisa iyo diiladii meeshii ku socday inta sameey waxa sameeyni waxa sameeyni ila diiladii amalka waxa weeyaan hadii wax khayr ay tahay waa niyadii wanaagsan la qori laakiin hadii uu iska adu yi mujarrad iyo xumaan ay tahay waa mabaabi awla iyada taasayada tii toosneed ma ahan weeyaan waxa ka soo qof uu niyiisan waxa wanaagsan inuu niyi xasan ay ugu jirto weeyaan hatta adduunyada caadiga weeyaan hadithka 500 iyo 87aad wa annabi hurayra radiyallahu ta'ala anhu ardaha anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam qala nabiga anhu yiri badiru la dagdaga bil a'mali a'mashi kala dagdaga sab'an todoba ka hor kala dagdaga wayan intay todoba shay iimaanin ka hor a'mashi wanaagsan la dagdaga oo la imaada hal tan tadiruna miyad sugeysan illa faqran faqirnima munsiyan qafka ibada iyo khayr hilmaamsiyo aw ghinan ama taajirnima oo mutqiyan qafka qoojiyo qafka taajirka galiban waxaan badan kama lahan lidalika dadka anbiyada ajiba galiban maxay ahan jireen alfuqara wal abid adoomaha iyo dadka fuqarada ay u badan jireen weeyaan aw maradan ama bajri jiro mufsidan qafka fasadiso oo khayrki iyo wanaagi iyo allah iman lahaa maxaa u tabar waayo qof xanuunsan maxuu qabani kaw aw maradan mufsidan aw haraman duqnima mufannidan qof atatab ku rido oo inuu maxuu aqaliga wax hataga oo maxuu isku dadatsan ku rido maxuu qof aqaliga isku dadatsamay ama maskaxdiisa ay halawday maxuu ibaadaysanaya waa maya aw mautan ama geeri mujhizan qofka dadajiso maanta nicma iska qabtay caafimaad qabtay dukatay waran bak qofki daaqada laga saaray had ibaadaysani qabriyad gashay bayna luhud aw ad-dajjal ama ad-dajjal intu sinimaanin ka hor amalka la imada fa sharru ghaibin mid la suu kara wuxu shar badan way u intadar la suuga dajjal wahla suuga wuxu wuxu sharta badan wa hadith badan iyo adilla badan ku soo dajjal ee baladiisa aw saa'a ama saa'ada qiyaama wa saa'atu saa'ada qiyaama aya adha kadaran oo ka wareer badan aw amar wa ka kharar badan oo ka dhibaato badan ayu nabiga nabi sallallahu alayhi wa sallam rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan hadith kaas marka waxa wayan wa sanadahan maxaydin qoran ahay hasan wa qala hadithun hasan laakin maxaydin qoran adiga hadith kaas marka sanadahan dha'if u yahay wayan laakin macnahan la shakko macani ajiba wa annahu halag wari oo adilla badan oo marqaad ka ciiswa qaa anhu abi hurayra waxa halag wari qaal wuxii abi hurayra qaal rasuulallahu sallallahu alayhi wa sallam akthiru badi dhikra hadim al-ladhat dhikra hadim al-ladhat maani yalka ki goynay xusitaankiisa badi weeyaan na'am yaani al-maut wulajada maut al-mauta yaani al-mauta rawahu at-tirmidhi wa qaal hadith al-hasan hadithka wa sahih li ghayrihi marka ni'madan lagu jira iyo guriyaha iyo dadki ataqaneen oo qiimaha badan oo laga yaaba baabuurta ay ku socdaan iyo wanaag ay qabaan aqal shay yaani hatta haday baabuur waxba haysan ama nimo badan ay ku jirin nabad qabayo iska qabaysana iska wanaagsana dadka ayaga oo hadda inta hal mar oo muxuu aha cad inta lagu duubay jacfaana lagu riday muxuu ahay carra lagu dhaxturay kadibna carradu shalaga saaray qofka asaga soo wax macaan kama tagin hadim al-ladhat wahi macaanay abitaanki cunitaanki muxuu aha wax walba wa laga gooyay marka qofka arinkaas iimaaneysa qofka inuu xasuusta ay ka caawineysa inuu diyaar garoobo wayan inuu diyaar garoobo wayan hadithka 580aad wa aan Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu arda waxa laga wariyay saxaabigaas jaliilka ah qala wuxuu yiri Ubay kaana wuxuu ahaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam idha dhahaba markuu taga thuluthul layli habeenka saddex meel markii loo qaybiyo hal qayb thuluthka habeenka markuu taga qaama nabigu istaag jiray alayhi salatu wasalam fa qala lana kadib nabigu wuxuu dhihi jiray ya ayuhan nas wardadu udhkuru husa allaha la weyn husa oo ilaahi xustaankiisa badiya jaat hatimid ar-rajifa rajifa yatimid tatba'uha wa hadaba sa'uda ar-radifati dabagalaysa ya daba sa'uda way rajifa tigirgalaysa gilgisha turjif وترتجف
ayaa imaaday wayan jaa al mautu maut ayaa yimid bima fihi ay wax ku dhaxsugna oo sakaraadki ahwaashi iyo dhibaatadiisi ayaa yimid wayan jaa al mautu bima fihi maut wax ku soo yaa yimid iyo wax alla wax ku sugnaa bima fihi ma fihi qultu hani ya rasuulallahi inni aniga hadii ay arintu saatahay uktir waxaan badina as-salaata salliga ayaan badina alayka adiga kugu saliyo ayaan badina ibaadadaas ayaan xog ilaan saaran raba fakam aj'alu fakam imisa aj'alu an kayela laka adi min salati du'adayda iyo salligayga miqan adiga aan ku qasiyela nabi allah intan ka dhiga intan ka dhiga miqasa waqti maxalek oo muxuu adiga ku qasiyela wayan qult qala wuxuur nabiga ina maashiita inta doont inta la inta doont la imo qultu hani arba'a afar meelood markaan loo qaybi du'adayda adiga ayaan muxuu ahay hal kaasina hal meel wayan afar meelood hal meel koota وقال وحي قال وحي ما شئت انت دونت فان زدت هديه زياده فهو خير لك فهو اسغا يا خير لك وخير بدن زياده اسغا يا كو خير بدن ويان قلت حاني رف نصف نصبا كدغيا بقولك بكنتن دعاديدا وحن كدغيا صليغدا ساس نبي نبي كوير نكاس رضي الله تعالى عنه وارضى قال وحي ما شئت وحد فان زدت هدد بيرسل او زياده سنة فهو اسغا يا خير لك وخير بدن ويان قلت حاني رف الثلثين laba meelood hal muxuu ahaay marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ayaan ka dhigaya boqolkiiba 70 iyo misaasay noqonaysa mis waxay noqonay boqolkiiba 60 iyo naam thuluthayn saddex meelood loo qaybina waa laba meelood saddex dulool laba kamida qaal wuxuu yiri maashita wa sid adont iyo waxa adonta wayan fa in zita diyad kordhiso fa huwa kordinta ayada ay khayr khayr badan laka adigu khayr badan ee ziyadadaas way qultu waxaan idin aj'alu laka wanyala ya salati saladayda iyo ducadayda kullaha aj'alu wanyala laka adiga salati saladayda iyo ducadayda iyo salligayga kullaha damaanad adan ku siiraya way adan ku yeelay oo ku qasiyada qala nabiga nuxir sallallahu alayhi wasallam tukfa waxa laga kaafina hamuk hamigaad waa laga kaafina waxa la wax murugo ku hay meel ba laga dhigi way yuqfar wal lafa لك اديغنا ذنبك ذنبغان لو لو ضافيا ويرواه الترمذي وقال حديث حسن حديث كاس قيبته هره شطريقه هره وضعيف شطريقه ذنبنا وحسن لغيره مركه حديث اسهوان شطريقه يس هره وها ويان قيبته هره وقيب وها ويان ضعيفه جاءت يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفه اي قيبها لكن مد ذنب وصل النبي عليه الصلاه والسلام حديث الحسن وين وحسن قفكه مرك انه صلى النبي عليه الصلاه والسلام بديو ومنهج ادي اد لوو باهن يحي رنتي رغي هره او تصبح ده ااد كو وين ودان جيرينا بدن ها هو سناده دي بدن حجره اي انغا نوغو بدنايا يا رغي مخو اهاي تصبح ده وين وتي ااد باي مخو اهاي صلى النبي عليه الصلاه والسلام هير هذا وحي غارين اي او هايستان انه نبي نغا خيان عليه الصلاه والسلام nabiga inay naga xigsadaan oo kuwan ku wasaliga nabiga diido calayhi salaatu wasalaam ya marka arinta ayada ah niminka ayaga aanu sheegin inaan ka sali badan oo waliba kii saxda ayaga kooda waxba dhax gala oo waxba qase mid saafi ah oo caadi ah oo qaalisa oo kii nabiga ka dadka dadarnay calayhi salaatu wasalaam inaan naga aan hayno oo naad u badin aan tusna oo xaqiiqada arinta ayada aan ogaano maxay yahay hadii dambigaada la dhaafo murugtaada dhana meel la dhigo sababta aad ku heshay inay tahay nabiga kaleey salaas saligiisa oo badiiso maxaa ka reebay markaa maxaa ku diidi ina daaiman wa abadan aad muxuu ahay nabiga kaleey salaam ku saliiso waxaan ogsoon tihiin ahlul hadithi hum aktharu an-nasi salatan ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dadku ahlul hadithka ayaga ayaa ugu badan dadka nabiga ku saliis sallallahu alayhi wa sallam inta hadalkaan aan fadhinay oo hadithka nabiga akhriyay sallallahu alayhi wa sallam halkan saac iyo wixii ilaahay uu ku daray inta jeer oo nabiga kaleey salaatu wasalaam aan ku salinay haylagt waxaan u maynaa kuwa muxuu aha watay baalka weyna inaan ka badino insha Allah ta'ala ya hayalay saacado badan baa la fadhin intaas nabiga lagu salinay kaleey salaatu wasalaam dadka talabta cilmiga khaasatan xadiith nabiga talab kaleey salaatu wasalaam aad bay ugu badan yihiin laakiin hadari thumma hadari in la sheego nabiga kaleey salaatu wasalaam magciisa kadibna saas lagu gudba wariiba aan laga daalin waxa laga yaabaa in xadiithka awalkiisa nabiga lagu salinay kaleey salaatu wasalaam kadibna markii bartamaha la maray nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam iskii raadon salliga laga tago marka arinta ayadan laga digtoonaado salliga nabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam hamigeenana si loo dhaafo
maxuu aha insha Allah taala dambigeena loo dhaafa wacdiga nabiga kaleey salaam salaam uu maxuu bixiyeena ala lisaanihi oo min Allah azza wa jall aanu helno ashirkina caadi u socda ikhwani fillah rag badan oo xilta kamida xanu marayna habeen hor waxay u qaateen habeenki isbuuc hore ee ashirka u baaqday baabkaas baab furan ma aha kitabku u socda berina insha Allah taala waqtigi bacda salaatil asr ee ragi xufada aha oo xifdinaya ahadiista oo noojira insha Allah taala waxaan codsanayna in aan la maqnaanin laana waxba boobsiin rama xifdigi ee ashirku soconaya ila ramadaan ila tarawih aad ka maqashaan oo muxuu istawu tarawih laga maqla kitabku soconaya xitaa inaan si wadan rama laakiin tarawihdi aan moqti iyo afurki ba wax qasi marka insha Allah taala fasaxa la gali doona marka iyada lixda shawaal ka markii ayna maatanay horan ka bilaabayna bi idin al bari tabaarak wa taala هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله مصطفى